الأخبار الثقافية مع هدى زيرة. أهلا بك هدى. مساء الخير أنيسة، مساء الخير لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الثقافي والفني الذي يأتيكم أمسية كل يوم. الفن الأصيل والأغنية العريقة حاضراني معنا على بلاطو الثقافية نيوز بحضور محمد عدلان فرقاني، مطرب جزائري. مرحبا بك عدلان. بك عيشك، شكرا على الاستضافة. الله يسلمك عدلان. إذا عدلان، اليوم سنتكلم عن الأغنية القسنطينية. نعم. ونتكلم عن ألبومك الجديد، لكن قبل ذلك نمر إلى أخبارنا الثقافية والبداية أنيسة. إذن الجزائر تغيب عن القائمة القصيرة لجائزة البوكر. إذن وصلت 6 روايات عربية إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر لعام 2015، حيث شهدت هذه القائمة غياب الرواية الجزائرية، في حين ضمت كل من شوق الدرويش للسوداني حمور زيادة، وممر الصفصافي للمغربي أحمد المديني، وطابق 99 للبنانية جنى فواز الحسن، وحياة معلقة للفلسطيني عاطف أبو سيف، وألماس ونساء للسورية لينا هويان الحسن، والطلياني للتونسي شكري المبخوث. هذا وسيتم في 6 من شهر مايو المقبل الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة في احتفال يقام بأبو ظبي عشية افتتاح معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. ليلى بورسالي في ملتقى فكرة، العمل هو سر النجاح. إذن عرف اليوم الثاني من ملتقى فكرة تسليط الضوء على الفن، وبالتحديد على الفن الأندلسي، الذي كان حاضرا بحضور الفنانة ليلى بورسالي التي تحدثت عن سر نجاحها في ميكروفون الزميلة نسيمة غولي باللوز. فنتابع. ليلى بورسالي، كيفاش تقيمي دور الفنان أو أنت كفنانة في تظاهرة مثل مؤتمر فكرة؟ قبل كل شيء حبيت نشكر الناس اللي خموا في هذا الفكره، واللي عيطولنا احنا كفنانين، ويوريو باللي الفنان حتى هو عضو من المجتمع وعضو مهم في المجتمع، يعني لان الثقافه حاجه ماشي غير يعني ماشي سي با ان بلوس، ماشي حاجه زياده في المجتمع، مي حاجه اساسيه. جاي بوكو دو مال افيك سو مو ريوسير، باسكو انا بون يعني عاد كي بديت جو با صافي 5 ans اللي بديت كفنانه اون سولو، ميم الى كنت ديجا ساهمت في جمعيات وكلش، مي كوم ارتيست صافي كو 5 ans اي جافي دو مال ا دير كو جو سوي ان سيمبول فينالمون دو لا ريوسيت. C'est pas vrai. Par contre, je me suis dit que c'était l'occasion d'abord de parler de culture dans un contexte où il y a une médiatisation d'abord importante, donc on pourra parler de cette musique. Finalement, c'était pas de parler de moi qui était important, mais plutôt de parler de la musique andalouse. Et puis finalement, voilà, c'est ça qui était important. C'était pas la réussite vient en travaillant, vient en exposant, justement, vient en acceptant de participer à tout ce qu'on vous propose. Faut pas refuser. Il faut y aller et il faut oser. Quand on est artiste, il faut être complet. On ne peut pas dire qu'un artiste, c'est une voix. Un artiste, il faut qu'il sache parler de son art, il faut qu'il comprenne son art. Il faut qu'il comprenne. Quand on dit qu'il y a le texte, lequel ne peut pas dire, vous ne pouvez pas le partager. Si vous ne sentez pas quelque chose, vous ne pouvez pas toucher les gens. Donc... ضيف تكرم رجل الفكر والسياسة فضيلة الورتلانية. إذن تستقبل دار الثقافة هواري بومدين لولاية سطيف في الفترة الممتدة من 14 وإلى غاية 16 من شهر أفريل المقبل ملتقى فكري حول العلامة الراحل فضيل الورتلاني، وهذا بحضور عدد من الأساتذة والباحثين الجزائريين وكذلك العرب. نبذ عن حياة هذا العلامة تأتيكم في هذا التقرير. رجل الفكر والسياسة، إنه الجزائري العلامة الفضيل الورتلاني، أبرز أعلام الحركة الإسلامية في الجزائر. ولد الشيخ الورتلاني سنة 1900 في منطقة بني ورتلان بولاية سطيف، من أسرة عرفت بتقديس العلم والتشبث بالشريعة الإسلامية. بدأ دربه مع العلم والدين في بلدته، أين حفظ القرآن الكريم وتلقى علوم اللغة العربية. ولأنه كان شغوفا محبا للعلم،
انتقل إلى قسنطينة بحثا عن المزيد من المعرفة. هناك التقى بالعلامة الشيخ ابن باديس الذي علمه التفسير والحديث وكذا التاريخ الإسلامي والأدب العربي. وكونه ذكيا سرعان ما أصبح مساعدا له في التدريس ومرافقا له في بعض رحلاته بالوطن. وصل الشيخ الورتلاني دربه العلمية يحط رحال سنة 1940 بالعاصمة المصرية القاهرة، أين انتسب إلى الأزهر الشريف. التحصيل العلمي لم يكن همه الوحيد، فلطالما أكل هم وطنه وأحوال أبناء وطنه، لذا راح يدافع عن قضية بلده وينبذ جرائم المستعمر أينما حل. جهاده الفكري لم يتوقف هنا، فهو مؤسس العديد من الهيئات التي كانت صوت الجزائر بالمشرق العربي. ظل يبذل جهدا أكبر من طاقته، ما أدى إلى تعرضه إلى مشاكل صحية حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى بأحد المستشفيات بتركيا سنة 1959 لتنقل رفاته بعد سنين طويلة إلى الجزائر ويدفن بمسقط رأسه سنة 1987. فرحمة الله على من حمل هم بلاده ودينه إلى قبره. عودة إليك مجددا عدلان. إذا عدلان، أنت تنحدر من أسرة فنية، الجد هو عميد الأغنية القسنطينية محمد الطاهر الفرقاني، الأب هو أيضا موسيقي والعم أيضا فنان. فنتكلم قليلا عن هذه السلالة الفنية. كان قبل الجد لاريار غرومبار شيخ حمو، كان شيخ ثاني في الأغنية، أغنية الحوزي، وكان وراها جاء الحاج معمطار فرقاني اللي هو الجد، اللي زادني وسع في هذه الموسيقى وزاد شعرها، نقدر نقول شعرها باسكو خدم متعب. هو احد اعمدة الاغنية القسنطينية. وكان العام ثاني فرقاني، ماتنون سي انا نشوفه باللي راهو شيخ كبير، ماتر انكونتيستي. إيه ان شاء الله انا شوي لو كاتريام دون زات، ان شاء الله تكون خير سلف تانيني، ان شاء الله نكون ان شاء الله يا رب خير وخلف لخيري سلف. اذا بالنسبه الى تكوينك، هل اكتفيت لما تلقيته في العائله الفنيه ام قمت بالتكوين؟ نعم قمت بالتكوين، كان من طرف العائله، لان عائله فنيه من طرف الجد، من طرف الاب. الأب ثاني ساعدني بزاف. من كان أقرب إليك، الجد أم الأب؟ كان نقدر نقول الاثنين، باسكو الأب معايا في الدار ديما، مام الجد ثاني ديما معاه ثاني، ما أطاشي بزاف لبعضنا، تعلمت من عندهم في لي دو، وزيد من عند الجد اللي زدت تعمقت في الفن هذا وزدت حبيته وزدت. إذا أنت تقوم بالأغنية القسنطينية، إذا عدلان هل من الممكن أن تعرفنا بأنواع الأغنية القسنطينية؟ الأغنية القسنطينية نقدر نقول أغنية قسنطينية وفي الشرق ثاني، باسكو ماشي في قسنطينة برك، هذا ماشي قسنطينة في الجزائر كامل، ربما تنسب إلى قسنطينة لأنه يعني الأعمدة تاعها خرجوا من قسنطينة. نعم. أغنية قسنطينية فيها المألوف، المالوف اللي هو متكون من لينوبا المالوف، وهو القاعده، وهو القاعده هو الاساس. ما احنا في البدايه لازم توجور المالوف، باسكو سي لا باز، بلا المالوف ما تقدريش، هو الاساس. على وكاين الحوزي، كاين المحجوز، وكاين الزاجل، وكاين المدح في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وانت في اي نوع مختص؟ نحاول كيما الجد، كيما دار الجد ودار العم، نقيس من كلش ان شاء الله. عدلان راك تكلمت لنا على مختلف الطبوع. نعم. كيف يمكن اليوم يعني الحفاظ على التراث الموسيقي الاصيل في ظل هذا يعني المنافسه اللي تعرفها الساحه الفنيه الجزائريه اليوم؟ من طرف الشباب، باسكو لازم الشباب لازم يتوجهوا شويه للفن هذا، باسكو فن اصيل، وفن انا نشوفه فن بلي راقي، ولازم الشباب هما اللي دوكا يشوفوا شويه للفن هذا، ولازم الشباب هما اللي يهزوا الفن هذا. هي مسؤوليه الشباب. مسؤوليه الشباب، نعم. اذا عدلان نتكلم عن البومك الجديد اللي هو انا الملهوم، انا الممحون، الممحون بالغرام. اذا نعم. هو اول البوم لك. نعم. واللي كان عاونك فيه جدك. نعم. محمد الفرقاني، اذا محمد الطاهر الفرقاني، واللي قام ايضا انه كان حتى في الفرقه الموسيقيه. نعم. معك.
معك، إلى أي درجة دعمتك يعني وجوده معك في الفرقة الموسيقية، وأيضا إلى أي درجة أحسست بالمسؤولية بكبر حجم المسؤولية؟ دعمني كثيرا في هذا الألبوم، وكان لي الشرف اللي كان معايا باسكو تما باش يشاركني في ألبوم في عمر 86 سنة. ربي يطول في عمره. يطول في عمره إن شاء الله. ودار استخبارات في على الآلة كمان، وكان تاني معايا الأب على آلة موندولين، ساعدني تاني، دعمني تاني، كانوا تاني معايا فنانين، نقول فنانين راقيين وفنانين متمكنين جدا، موسيقيين كبار، موسيقيين كبار في قسنطينة. نقدر نسميهم؟ تفضل. كان معايا في لابيركسيون عمي خالد سمير، سي ان كوزان تاع بابا، سي لا فامي. عمي بشير غولي، سي ان كوزان على آلة ستار. عمي كمال بوحولة، يوسف بنعاس على آلة الجواق نقولوا له الفحل. وكان معي الأب على آلة الموندولين، والجد. إذا كان دعم عائلي. دعم عائلي الحمد لله، ونشكرهم ونقول لهم شكرا جزيلا على هذه الوقفة اللي وقفوها معايا. إذا من خلال هذا الألبوم قمت بإحياء الموروث القسنطيني. نعم. من خلال القصائد اللي قمت. نعم. بها. إذا كما كنا نرى الآن ليلى بورسالي الفنانة قالت أنه الفنان. نعم. إذا ما فهمش واش كان يغني ما يقدرش أنه يوصل بصدق. وي. الأغنية سفري. وي. لازم الواحد يفهم الفنان كي يكون كما قلت الفنان ماشي في لافوا برك ولا فيه. لازم لافوا، لازم الانسترومون، الانسترومون ولافوا اللي يلعبوا مع بعضهم، والفنان يكون ثاني فنان متكامل في كل شيء، ولكن الاحساس له دور كذلك. والاحساس ايضا لازم الواحد قبل ما يغني حاجه يفهمها. لازم يقراها ويفهمها، سينو ما. لذلك نقول انه الثقافه مهمه. نعم. يعني في الفنان لازم يكون عنده درجه من وفاقد شيء لا يعطيه اكيد. اذا نمر قبل ما نكمل حديثنا معك. نعم. اذا عدلان نمر الى اخبارنا ومواعيدنا الثقافيه ثم نعود. بداية جولتنا الثقافية والفنية ستكون بالعروض المسرحية المخصصة للجمهور الصغير، فهو على موعد مع مسرحية العساكر الصغار للمخرج عباس محمد إسلام بالمسرح الوطني محي الدين بشتارزي يوم الثلاثاء 17 من شهر فيفري على الساعة 2 زوالا. دائما مع أطفالنا الصغار فهم على موعد لاكتشاف الكتاب موائي مون كونتخير بالمعهد الثقافي الفرنسي بالعاصمة يوم الثلاثاء 17 من شهر فيفري على الساعة 2:30 زوالا. عشاق الفن السابع والأفلام الأمريكية مدعوون لمشاهدة فيلم دراكولا للمخرج غاري شور بقاعة السينما الحجار لولاية عنابة يوم الثلاثاء 17 من شهر فيفري على الساعة 2:30 زوالا. من النشاطات الفنية نمر إلى النشاطات الأدبية، فقصر الثقافة مفتي زكريا بالعاصمة يستضيف الكاتب محمد مسن للنقاش حول كتابه الإسلام توليرون إي باسيفيست يوم الأربعاء 18 من شهر فيفري على الساعة 4 مساء. ختام جولتنا الثقافية والفنية سيكون بالفن التشكيلي وبإبداعات خريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة، فهم يضربون لكم موعدا بدار عبد اللطيف بالعاصمة أين سيتم عرض أعمالهم يوم الخميس 19 من شهر فيفري ولمدة شهر من الزمن ابتداء من الساعة 10 صباحا. إذا نعود نقول لك عدلان، إذا عدلان أنت مقرب جدا من جدك محمد الطاهر الفرقاني، ما هي النصائح التي ينصحك إياها كفنان؟ ينصحني أولا قبل الموسيقى ينصحني بالدراسة، بس كان في الجامعة ينصحني ديما بالدراسة، يقول لي ما تفرطش فيها بيان سور، مانيش راح نفرط فيها، مام الاب والام ثاني تاعي ان شاء الله نحيها باش ما تغشش علينا، احنا بدورنا نحيوها ايضا ونتمنى. نعم. لك التوفيق في مسارك الدراسي. امين يا ربي. ومن بعد الموسيقى ينصحني بقدان حاجه، كي يشوفني بار اكزومبل ما عجبتوش حاجه ينصحني يقول لي فوالا ما ديرش. هو ناقد ينقدك بكثرة، ينقدني وكي تولي في الفن يولي صارم، يولي صارم بزاف، وهذا لمصلحتك. وهذا لمصلحتي والحمد لله. ولمصلحة الفن الجزائري. الجزائري أيضاً الحمد تأكيد. لله يا ربي. إذن نريد أن نرى النتيجة اللي دارها الكبير محمد. نعم. الطاهر الفرقاني، تقدم لنا شوية مقطوعة. وي. تفضل. <تصفيق
أشكو الغرام وأنت عني غافل. أشكو الغرام وأنت عني غافل. ويجد بوجدي وطرفك هازل. يا بدر كم سهرت عليك نواطر. ويغصن كم نحت عليك بلابل. والبدر يكمل كل شهر مرة. وجمال وجهك كل يوم كامل. سلي همومك في ذا العشية. لا تدري فاش ياتيك الصباح. وفي الصحر قوم قم دير الحمية. فني فنونك مع الملاح. قم اغسل امسى سعى هنية. دنيا ما هي الا مزاح. يا ساقي قم فيض الزجاج. شقنا عن غفلة الرقيب. على حضايرة بين السهيرج. الشمس مالت نحو المغيب. على حضايرة بين السهيرج. الشمس مالت نحو وهذا هو الطرب الجزائري. إذا نشكرك جدا جزيل الشكر على حضورك. نشكركم على الاستضافة على الدعوة. و c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. نحيي لا فاميل الجد. احنا ايضا نبعث تحيه كبيره للكبير محمد الطاهر الفرقاني ونشكره على هذا لا فامي زيد. فوالا شكرا لك. اذا شكرا. نتمنى لك تكون خير خلف لخير سلف. شكرا لحضورك. اذا مشاهدينا الكرام بهذه الموسيقى الراقيه وبهذا الفن الاصيل نصل الى ختام اخبارنا الثقافيه لنهار اليوم. العوده اليك انيسه. شكرا لك هدى. شكرا لك عدلا. وحظ موفق في مسارك.